نظم المركز الوطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية ببجاية بالتنسيق مع قسم المعالجة الآلية للغات بجامعة عبد الرحمن ميرا ملتقى وطني حول الأمازيغية والمعلوماتية تحت شعار تحديات فرص وأفاق، حيث يكتسي هذا الملتقى أهمية بالغة في ترقية اللغة الأمازيغية من خلال إدراجها في عالم المعلوماتية في ظل العولمة والتكنولوجيا، كما يعتبر فرصة للباحثين للإدلاء ببحوثهم في مجال الترقية باللغة والثقافة الأمازيغية بجوانبها المتنوعة. تغطية نسيم الشطر. نخدمن 8 مليليت ثوسنانت راي خدمن محسوب كيران تزراوت انا كيران تزراوين غفاسغ نيقلان يار توتلاي ديدلس امازيغ اك تسنسل كيمت الواحيا ذوالال اثرارا تكنولوجيا دي تسيفغن دي ماينوتن غفانشتا نعرض نخدمد 8 مليليت ثوسنانت دي هي وسماس انتكميذك ثلاث دي يدلس أمازيغ يوكن أنظر أميك إبردان إكزمرن أغسوفغن يوسقدش نولى النايم ثلاث دي يدلس انتمازيغ تسوماتا Zut Flaun, Nkinosir, c'est Sadout Ntizouzo, donc je suis le directeur de laboratoire d'aménagement et d'enseignement de la langue amazigh à l'université de Tizouzo. Ce qu'on a présenté, donc, c'est la base de données des corpus en Kabyle, Atlas parlant. Ça veut dire que c'est un atlas, c'est dans l'objectif de mettre en place une base de données des corpus à travers tous les territoires de Tamazirt en général. Donc l'objectif, c'est comment associer des corpus écrits et des corpus sans. Donc le fichier sans et le fichier texte à travers toutes les régions de la Kabylie et de l'Algérie entière dont on dispose d'un certain nombre de corpus oraux. بون تملي لي بوسان كني نوسد الفرحي وكني نسكي ديس خاطر اتاشاكي نبدا نخدم في الشغل ديال التريتمون اوتوماتيك نتمازيغ دراك سارياكي نبود كني يوم الشغل نخدميت نبدا نخدم ديس دي 2009 رسا مازال يفكر مي داك ني نتساويد لي كوربوس تقبيلي تهضر لي تودار تسيد نسجل تسيد نعوي ومن بعد نخدم في اللاس تنارو دونك سي اون سينكرونيزاسيون يعني من قار سينكرونيزاسيون تكست سون دايني كسا نزل دم قران مي بعض السنة لا تمازيغ نا تقبيليت مادي لي تابع عنشتني يزمر دي لمذ السهالة تمازيغ.